إخوان السلام عليكم، تحية لكم جميعا أينما كنتم. أشبر لكم فهاد الخبيرة؟ أقول لي أشبر لكم فهاد الخبيرة. حسين عموتة كيستقل من تدريب المنتخب الأردني وكيجيب في بلاستو جمال السلامي، واش كيدور لكم في اللي كيدور لي في راسي؟ أنا كنظن بأنه وقيل على الاستقالة ديالو وقال بأنها لأمور شخصية عائلية، أنا يا إما غادي يمشي لواحد المنتخب يا إما غادي يمشي لواحد الفرق. نتمنى أنكم تشاركونا بالتعاليق ديالكم وتعطيونا الآراء ديالكم. واش عموتة غادي يمشي يدرب منتخب مغربي ولا غادي يمشي للوداد وحده فيهم؟ أنا كنظن بأنه غادي يجي المنتخب المغربي. وتحية لكم.